سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد العبد ورسوله. أما بعد، فإن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والطريقة التي كان يعلم بها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضوان الله عليهم أن نطبق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الدرس الماضي أن المصلي قبل أن يبدأ في الصلاة يأتي بشروط الصلاة، تقدم معنا الإسلام والعقل والتمييز، وقلنا التمييز ليس البلوغ، التمييز هو التفريق بين الأشياء. فهل تصح صلاة الصغير؟ نعم، إذا كان يميز أي يفرق بين الأشياء. إسلام وعقل وتمييز، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، وستر العورة. وأكثر ما يكون خلل عند من يلبس البنطال عندما يصلي، قد تكون الصلاة باطلة، فلا بد أن فماذا تصنع؟ تحتاط قبل الدخول في الصلاة حتى لا تنكشف العورة من الخلف، سواء كان حال الركوع أو حال السجود. وإزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء: البدن والبقعة والثوب، فلا يصح أن يصلي في الحمام مثلا، ودخول الوقت واستقبال القبلة. استقبل القبلة بعد أن توضأ وستر العورة وأتى بالشروط. أقل ما يقال في السترة، هل يجعل له سترة؟ نعم، هذا أقل ما يقال في السترة، أنها سنة مؤكدة، إلا إذا كنت تصلي خلف الإمام فسترة الإمام سترة لمن خلفه، فيجعل له سترة. الإشكال عندنا اليوم في بعض المساجد، يعني بعض الناس هدانا الله إياه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. بعض الناس هدانا الله وإياه أول ما يدخل يبقى آخر المسجد، هذا لا يريد الأجر، يعني فعله هذا دليل لا يريد الأجر. يا أخي يتقدم إلى الصف الأول ويصلي فيه، هذا إشكال. إذا الإشكال الأول عند دخول بعض الناس إلى المسجد يتأخر ويبقى آخر المسجد ويصلي بلا سترة، تقدم، ماذا تصنع؟ الأصل أن تتطهر في بيتك، هذه السنة، ولا يؤخر الطهارة إلى المسجد، ثم يمشي أو يركب لا إشكال، لكن عندما يمشي ويأتي المسجد يأتي وعليه السكينة والوقار. السكينة في الحركات والوقار في الهيئة، يعني لا يأتي وهو يجري، أو يأتي وهو يتكلم بالجوال ويرفع الصوت، أو يكثر من الالتفات والحركة. فإذا دخل المسجد قدم رجل اليمنى وذياء بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرق بين اثنين ولا يتخطى الرقاب، وبخاصة في صلاة الجمعة يتقدم إلى الصف الأول. فإن كانت الصلاة قد أقيمت والناس يصلون دخل معهم، وإن لم يعني تكن الصلاة قد أقيمت ماذا يصنع؟ بعض الناس هدانا الله إياه، هذا الإشكال الثاني، إذا دخل إلى المسجد يظل واقف. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أن هذا مجرد أن يدخل يصلي. البعض يقول لا، إقامة الصلاة قريبة، قد تبقى دقيقة واحدة على إقامة الصلاة. يا أخي صلي، تؤجر على هذا. فإن أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية تتمها خفيفة، يعني دون إخلال. الشيخ عنده عرق النساء، يا شيخ نسيت، شيخ إبراهيم عنده عرق النساء،
ما عندكم مشكلة. ما عنده مشكلة. مأجور. نعم لو يقف إلى المغرب إن شاء الله. فماذا يصنع؟ يصلي. يدخل ويصلي. إن أقيمت الصلاة وهو في الثانية يتمها خفيفة. وإن كان في الأولى يخرج من الصلاة بلا تسليم. البعض يقول لابد يخرج بتسليم. لا، يخرج من الصلاة بلا تسليم. مفهوم؟ طيب، يضع سترة، يستقبل القبلة، وضع الرجلين حال القيام. استقامة الرجل تعرف من الخارج لا من الداخل. هنا هنا على الطاولة. قرب. هذه هي استقامة الرجل. ادخل هنا شوي. ادخل ادخل. لا ما يختل إن شاء الله. أي الحمد لله. فاستقامة الرجل تعرف من الخارج لا من الداخل. يعني ترى الرجل الآن هكذا كأنه فيها شيء انحناء من الداخل، لا تنظر إليها من الداخل، تنظر إليها من الخارج على هذه الاستقامة. هذا وضع الرجلين على الأرض بمحاذاة المنكبين. الأخطاء في وضع الرجلين على الأرض. يفرج، يفرج أو يضم. الأخير أو يفتحهم هكذا أو يجعلهم هكذا. لا أكثر. أي نعم. فلا بد أن تكون على استقامة البدن وينظر إلى الخارج لا إلى الداخل. أين ينظر المصلي في حال القيام؟ في أحوال الصلاة كلها ينظر إلى موضع السجود. وسوف يأتي معنا أن الالتفات اليسير عن القبلة مكروه، والالتفات الكثير محرم، بل قد يكون مبطل للصلاة. إلا حال التشهد ينظر إلى إصبعي ويحركه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. يكبر تكبيرة الإحرام. ذكرنا القيام، أن القيام ركن من أركان الصلاة. إذا استطاع القيام لابد من القيام. إن لم يستطع القيام مقعد يصلي وهو جالس. أما النافلة يصح أن تصلى حال الجلوس، لكن يأخذ نصف أجر القائم. يكبر تكبيرة الإحرام ويرفع اليدين. إذن هل تكبيرة الإحرام هي رفع اليدين؟ لا، تكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر. يرفع اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين، مضمومة الأصابع، متجه بباطن الكفين إلى القبلة، حذو الأذنين، محاذاة الأذنين أو حذو المنكبين. الأخطاء في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام: يفرج الأصابع أو يجعلها هكذا، أو يمس شحمة الأذنين، أو يكبر هكذا حذو أعلى الرأس أو حذو السرة يكبر. هذه أخطاء في تكبيرة الإحرام. يصح أن يرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام الله أكبر، أو قبل أو بعد، لا إشكال. ثم بعد هذا يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كف اليسرى والرسخ والساعد. يعني الباطن يضع هنا على المفصل، يضع هذا البطن على هذا المفصل هكذا. هذا هو الوضع، وهذا هو القبض. إذن إما أن يكون وضع هكذا أو قبض هكذا. الأخطاء في وضع اليدين: أين يضع يديه؟ على صدره. لا، ضم رجلك شوي، ضم ضم. الأخطاء في وضع اليدين: يضعها أمامه هكذا أو يسدل أو يضعها على أسفل السرة أو على السرة أو على قلبه أو على نحره هكذا
أو على خاصرته. بعض الشباب هدانا الله إياه يعني يسأل أسئلة والله ما أدري. جاني طالب يوم وقال أين أضع اليدين؟ قلت على صدري. طيب قال وأين صدري؟ قلت ارجع إلى الطبيب، أنا هذا ما أعرفه. نعم سبحان الله. طيب إذن هكذا وضع، كيف يضع؟ خطأ. قلنا لابد البطن هذا يقع هنا 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 على هذا. أي نعم هذا هو الوضع، أو قبض هكذا. طيب ماذا يصنع الآن؟ يقول دعاء الاستفتاح. أخذنا فيما تقدم أن دعاء الاستفتاح سنة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو ينوع ويأتي بذكر ثاني. لابد للمصلي أن يستقبل القبلة، إذا صلى إلى هذا الاتجاه الصلاة باطلة، ولهذا الاتجاه الصلاة باطلة. نعم هل يصح إذا كان ينحرف شيء يسير عن القبلة هكذا، يعني ينحرف شيء يسير عن القبلة، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ قلنا أن الصلاة صحيحة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا باعتبار حال أهل المدينة، وقال في حديث آخر بل شرقوا وغربوا، فالانحراف اليسير عن القبلة لا يؤثر. طيب بعد أن يقرأ دعاء الاستفتاح يستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. وقلنا لابد من قراءة الفاتحة كاملة بآياتها مرتبة وكلماتها وحروفها وحركاتها، ثم بعد هذا يقرأ سورة أو ما تيسر من القرآن. قراءة السورة سنة، هل يبسمل؟ هل هنا يستعيذ؟ لا يستعيذ، تكفير استعاذة الأولى. هل يبسمل؟ يبسمل إذا أراد أن يقرأ من أول السور، أما إذا أراد مثلا أن يقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه يقرأ مباشرة دون بسملة. فإذا انتهى من القراءة سكت سكتة لطيفة، ثم بعد هذا يرفع اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين كما صنع في تكبيرة الإحرام ويركع. الركوع يقبض على ركبتيه ويجعل الظهر على استقامة واحدة مع الرأس. لا تنزل مع استقامة واحدة على الرأس، يقبض على ركبتيه ولا يثني المرفقين. الأخطاء الآن إذا ثنى المرفقين انثنى الظهر، أو يقبض على فخذيه، أو يقبض على ساقيه، أو يطأطئ الرأس، أو يرفع. نعم بس انت لا خليك كذا. ماذا يقول في ركوعي؟ من يعرف؟ والبقية ما يصلوا؟ سبحان ربي العظيم. كم مرة؟ مرة واحدة وجوبا، لابد أن يقول حال الركوع مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم، ويستحب له أن يزيد بما ورد. المرة الثانية سبحان ربي العظيم وهكذا، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لو قال في السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ولم يقل سبحان ربي العظيم مرة واحدة، فقد ترك واجب من واجبات الصلاة. إذن يجب على المصلي أن يقول مرة واحدة في ركوعه سبحان ربي العظيم، ثم يزيد بما ورد. أركع. الآن بين الركوع وبين الرفع وبين الاعتدال
يرفع اليدين مع قول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. هذا الفعل خطأ، لأن الآن قول سمع الله لمن حمده مع رفع اليدين هو مقام تكبيرة الانتقام، لا بد أن يكون بين الركوع وبين القيام، يعني وهو يرفع الآن يرفع اليدين سمع الله لمن حمده. فإذا استقام الآن هنا قال ربنا ولك الحمد، يعني الآن بين الركوع وبين الرفع يرفع اليدين مع قول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. لا ما يصح، وأنت ترفع ارفع يديك مع قول سمع الله لمن حمده، هكذا. فإذا استقام هنا يقول ربنا لك الحمد، أكثر الناس إلى من رحم الله متى يقول سمع الله لمن حمده؟ إذا استقام هنا اركع لا ترفع اليدين، يرفع الآن هنا وبعدين إذا استقام يقول سمع الله لمن حمده، خطأ. هنا مكان قول ربنا ولك الحمد، ويستحب له أن يزيد بما ورد، لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إذا لابد وجوبا أن يقول ربنا ولك الحمد ويزيد بما ورد، ثم بعد هذا يسجد. أكثر ما يكون خلل في السجود، لا يمكن الأعضاء السبعة من الأرض، الجبهة والأنف هذا عضو، وباطن الكفين والركبتين، وباطن أصابع الرجلين، ويجعل أصابع الرجلين جهة القبلة. إذا لابد أن يكون باطن أصابع الرجلين على الأرض ويرص عقبيه. الذي لا يستطيع أن يضع الرجلين هكذا ماذا يصنع؟ يتدرب قبل الصلاة، يعني يجلس هكذا، يجلس هكذا، يجلس هكذا، يعود رجليه على هذا الوضع، يعني هذا خارج الصلاة الآن، يتدرب على هذه الصفة خارج الصلاة، يجلس هكذا ويسجد، ثم يجلس خارج الصلاة يتدرب على هذا الجلوس مع السجود، مفهوم؟ إذن باطن أصابع الرجلين على الأرض ويرص عقبيه، ويجعل باطن الكفين حذو الأذنين أو حذو المنكبين،